مبادرة 1 تريليون التي أطلقها البنك المركزي العراقي لتطوير الواقع الزراعي ودعم المزارع وتشغيل الشباب في هذا المجال انطلقت بتوقيع وزارة الصناعة عقدا مع أحد المصارف الخاصة لتمويل مضخات الماء التي تعمل بالطاقة الشمسية والتي ستكون بديلا عن تلك التي تعمل بالطاقة الكهربائية والوقود. مشروعنا اليوم إن شاء الله هي مشروع المضخة التي تعمل بالطاقة الشمسية بتوجيهات السيد الوزير مع الوزير المحترم على رفد القطاع الزراعي لإنتاج هاي المضخات اللي ساهمت بها شركتنا بتصنيع الخلايا الشمسية من عمليات النصب والصيانة وخدمات ما بعد البيع. تمويلات بطريقة أنه توفرت المعلومة على الموقع الإلكتروني للفلاح اللي أو خريج كلية الزراعة اللي يبتغي شراء هذه المنظومة من خلال الموقع الإلكتروني، وأيضا نظمنا عملية التسديدات تكون كل 3 أشهر، ونقبل التسديد من أي مصرف فرع أي مصرف بأي محافظة من أجل أن نبسط الإجراءات على الزبون. إدخال هذا النوع من المضخات التي تعد تجربة جديدة للفلاح سيسهم في تغطية لأكبر مساحات زراعية فضلا عن تقليل المصارف والكلف الناجمة عن استخدام المضخات القديمة التي تعمل بالكهرباء أو الديزل. سيتم ربط العراق بمضخات عاملة على الطاقة الشمسية نوع لورنز الألمانية بأنواع عديدة تشمل 95 نوع منها المضخات السطحية للأنهار والمضخات الغاطسة للآبار، وبمختلف الأنواع تتراوح قدراتها بين 1 حصان لغاية العملاقة اللي هي 100 حصان التي تسقي 1000 دونم. ويفضل الاتفاق إلى شراء المضخة من وزارة الصناعة من قبل المصرف ويبيعها للفلاح بالتخصيط، وهي خطوة جاءت حسب توجه الحكومة لاستثمار الأموال المحلية.